السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي على قناة سميرة ديزات. في الفيديو تاع اليوم إن شاء الله راح نشوفوا مع بعض صابلي تويسك، صابلي بريستيج بحلة جديدة بمقادير مضبوطة يوالم لجميع أفراحكم ومناسباتكم. نخليكم تكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة للفيديو. بسم الله على بركة الله في طريقة التحضير، وفي نفس الوقت حنعطيكم المقادير. في الوعاء عندي هنايا 125 غرام تاع مارغرين، راهي بداية الشحار تاع الغرفة. عندي حبة تاع البيض، عندي زوج مغارف كبار تاع الزيت، زوج مغارف كبار تاع السكر بودرة. عندي هنا مغرفة صغيرة تاع خميرة الحلويات، ما نساوش دايما رشة تاع الملح. نعطر العجينة ديالي بالفانيليا، وعندي الفرينة باش نطم العجينة. طريقة التحضير، نحط زوج مغارف كبار تاع السكر الناعم او تقريبا نص كاس، زوج مغارف يكونوا معمرين، مع زوج مغارف كبار تاع الزيت، راح يعطونا هشاشه هايله في الحلوه هذه ولا في العجينه. ما نساوش هذيك رشه تاع الملح، و مغرفه صغيره تاع لافاني، سواء هذه السائله ولا اللي تكون بودره. ونخلط هاد المكونات مع بعض، سواء بلو باتور ولا باليد هكذا، حتى نتحصل على خليط يكون كريمي. نزيد هذيك حبة تاع البيض، الأحسن تكون صغيرة في الحجم شوية، ونخلط. من بعد نبدا نزيد في الفرينة مع هذيك الخميرة، تنحصل على عجينة تكون طرية، عجينة الصابلي. نحط الخميرة اللي قلت مغرفة صغيرة تاع الخميرة كيميائية، خميرة الحلويات هكذا، ونطم العجينة ديالي. هذه هي العجينة اللي تحصل عليها، كما قلت لكم ما نلبسوهاش بزاف، عجينة تكون طرية. من الأحسن نفلميوها ونخلوها ترتاح شوية في الثلاجة على الأقل نص ساعة. نخرجها من الثلاجة ونفتحها كيما نحلو الصابلي تماما. من الأحسن نحلوها هكذا فوق ساشي باش تجينا سهلة، وندير شوية فرينة ولا شوية تاع النشا. بعد نشكل صابلي بهذا لومبورت بياس، هذا يتواجد في الاسواق. هاوليك راح نوريلكم لومول اللي نخدمو به، هذا هو لومول ديالنا. هاوليك كذلك راه متواجد في الاسواق. نتوما هاد لومبورت بياس لازم يكون تقريبا قد الحجم هذا تاع هاد لومول هكذايا، انا راهو شويه كبير عليه هذا واش لقيت. نتوما الا كان لقيتو لي يجي قدو سوا سوا من الاحسن، باش هكا تجيكم الحبه شابه. ومن بعد نطبع ونحطهم في صينية. ديالي هاي اللي كنا راني شكلتها، انا راني لقيت يعني حل باش نقص لهم شويه، لانه كما قلت لكم جاوني جا هذا الطابع هذا جا شويه كبير على المول تاع السيليكون. دونك ناخذ نفس الطابع هو ونقص له هكذا برك شويه بهذه الطريقه هذه بالفوق هكذا، باش يجيني ا ببري قد هذاك المول تاع السيليكون. غير هكذا في الطرف برك بهذه الطريقه هذه، يعني هذا الحلقة لكم في حاله ما اذا ما لقيتوش المول يكون قد هذاك المول تاع السيليكون هكذا. نضغط غير شويه هكذا في الطف ونحي هذاك الزايد، يعني بالتقريب باش ما تجيش لاباط صابلي هذه ما تجيش كبيره بزاف على المول. وندخلهم دوكا للفرن على درجه حراره 170 درجه مئويه حتى يطيبوا كيما الصابلي. هاوليك راهو طاب، راني خرجته من الفرن.
وكنخليه يبرد ونكملوا التشكيل تاع الحلوه ديالنا. وهنا البنات راني ندوب في شوكولا بيضاء، راني درتها في حمام مائي باش تذوب. هايديك راني رايحه نلونها باللون الاصفر، وانت لونيها باي لون تحبي، كما تقدري تخليها هكذا بيضاء. وباش نلونها نستعمل ملون خاص بالشوكولا، هاوليك راح نحط كميه منه حتى نتحصل اللون اللي راني حباته. انا بطلقكم نديرها باللون الاصفر. دوكا كاين عده الوان تاع الشوكولا، تحبي ديريها باللون الاحمر تاني تجي بزاف شابه، ولا ديريها بيضاء، ولا ديريها بالشوكولا البنيه. هذا هو البنات اللون اللي تحصلت عليه كما راكم تشوفوا هكذا، هذا هو اللون الاصفر هذا. ودوك نجيب له مول ديالي كنت وريته لكم، هاوليك هذا هو الشكل ديالو. راح نحط فيه الشوكولا، انا من الاحسن نستعمل بانسو ونطلي كامل الشوكولا في هذا المول. الشوكولا هذه ذوبتها ما فيها حتى اضافه، ما فيها لا زيت ما فيها والو، أبغى الشوكولا البيضاء مع الكولور. هاد العملية هذه من الأحسن نعملوها زوج مرات باش تجينا الطبقة سميكة وما تكسرش معانا. هكذا أنا دوك نطليه للمرة الأولى، ومن بعد نزيد نعاود للمرة الثانية ونعاود نرجع معاكم نشوفوا الطريقة كيفاش نكملوها. دوك ندخل المول ديالي للثلاجة باش تماسك هاد الشوكولا، ومن بعد نعاود نخرجها ونزيد ندير لها اون دوزيام كوش، ومن بعد باش حنا نديمولوها هاد الشوكولا هذه ان شاء الله. شوف تاع هاد الحلوه هذه، عندي هنا شويه كاوكاو محمص ومرحي، عندي شويه تاع حلوه الترك راني فتتها، وراح نطم هاد الخليط بصلصه كراميل صلصه التوفيا راهي تتباع جاهزه. نحط هنا الكاوكاو، نزيد حلوه الترك، نزيد كمية مصاصة التوفيا حتى تحصل على خليط يعني يكون متماسك. انت هنا ممكن تغيري، تحبي ديري شوية كاوكاو، تحبي تطميها بعجينة الطلي تاع الشوكولا هذيك، تحبي ديري شوية قفريط، هنا انت وما تحبي واش ديري في هذا الخليط هذا، يعني ديري واش تحبي، تحبي تزيدي شوية دجاج محمص ومرحي، وعندك شوية كاطو بقالك ممكن تفتتيه ديريه لهنا لداخل، هنا كيما تحبي انت تحكمي في هذا الخليط ديالك. وهنا راني خرجت المول ديالي من الكونجيلاتور ولا من الثلاجه يعني كيف كيف. هنا كما راكم تشوفوا، وانا كنت قلت لكم طليته بالشوكولا مرتين، يعني طليته مره دخلته الكونجيلاتور، زدت عاود خرجته عاود طليته بوغ لا دوزيام فوا، ومن بعد زدت عاود دخلته الكونجيلاتور. وهاوليك هنا راهي جاهزه الشوكولا ديالي، ما بقى لي برك نعمرها بهذاك الحشو، نحط الكميه اللازمه من الحشو. وهنا من الاحسن يعني نعمروها شوكولا وهي في المول هكذا، من قبل ما نخرجوها ولا من قبل ما نديمولوها من المول هكذا، باش تبقى محافظه على لا فورم ديالها. كما قلت لكم هاد المول راه صعيب شويه، ضروري جدا اننا نديروا له الشوكولا زوج مرات. ومن بعد نديمو لي الشوكولا غير بالعقل برك باش ما تكسرش معانا. هكذا بهذه الطريقه هذه، هاوليك هذا هو الشكل تاع الشوكولا ديالنا اللي تحصلنا عليه، يجي روعه الشكل بزاف شباب. ومن بعد نحطو فوق القطعه هذيك تاع الصابلي ونلصقوها، يا اما بشويه هذيك تاع نيسلي كراميل، ولا بشويه عسل، ولا بشويه كونفيتور باش تلصق معاها، يعني لصقي بالشي اللي يكون عندك. انا نكمل نديمولي الشوكولا هذه ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم.
صابلي تويسك ولا صابلي بريستيج في شكله النهائي هاوليك هنا امامكم. كيما راكم تشوفوا انا عملت زوج الوان، عملت الشوكولا البيضاء اللي لونتها بالاصفر باش نخرجوا على المعتاد، وعملت بالشوكولا السوداء، يعني جاوا بزاف شابين، شوفوا راقيين شكلا ومذاقا. هكذا سورتو اللي عندهم خطبه، اللي عندهم مناسبه، يجوا روعه. حتى في الاعياد يعني يلموا في جميع المناسبات. بالنسبه للتزيين يبقى اختياري، انا زينتهم بوريضه من عجينه السكر راهي تباع جاهزه، خدمتها بالطابع، راهي تباع هذاك الطابع ديالها من الفوق. خدمت لها القلب ديالها هذاك بعجينه السكر تاني، درت اون بور صغيره رمتها في لو ناكري دوغي، والوريقه هذيك الفاغ عفوا خدمتها يعني غير باليد برك، هكذا كانت لها الشكل تاع وريقه، ومن الفوق درت لها خطوط هكذا غير بالسكين، وتحصلت على هذا الشكل هدايا. وعلى الاطراف زينتها بحبيبات هادو تاع يتباعوا تاع الكفريط، يتباعوا تاني راه موجين هكذا بهاد الالوان. انت ديري شويه كاوكاو ومرحي، تحبي ديري جوز الهند هنا في العجينه الصابلي، يعني هنا تزيني كيما تحبي. وطبعا ما بقى لي فقط في الاخير نقسم لكم حبه باش تشوفوا الصابلي بريسيج ديالنا هذا كيفاش يجي. شوفوا العجينه تفتت وحدها وحدها، هاوليك هذا هو الشكل ديالو كيفاش تجي الحلوه ديالنا. ان شاء الله حبيباتي كان هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله الحلوه هذه تكون نالت اعجابكم. نشكركم على حسن المتابعه، نتلاقاو في فيديو واحد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في امان الله.